يح الباب تروي الباب تروي قصة الأحزان فاطمة لصاحب الزمان من غير قبرين من غير قبر فاطمة زكية فأصبح ضلعولنا اي من بعد طول الدهر وسنيني من بعد موت المصطفى الأميني من بعد طول الدهر وسنيني من بعد موت المصطفى الأميني أوقفني وهزني حنيني أوقفني وشاهدت دار الهدى عيوني يصيح صوت خلف باب الدين يصيح صوت خلف باب الدين إليك يا فضة أسجديني إليك يا فضة أسجديني سقطت فاطمة ضحية سقطت فاطمة ضحية فأصبح الضلع لنا هوية الباب تروي الباب تروي قصة الأحزان من فاطمة لصاحب الزمان من غير قبر غير قبر فاطمة الزكية فأصبح الضلع لنا للشاعر الدكتور أحمد العلياوي من بعد طول الدهر وسنيني من بعد موت المصطفى الأميني أوقفني أي والله هلا أوقفني وهزني حنيني أوقفني وهزني حنيني وشاهدت دار الهدى عيوني يصيح صوت خلف باب الدين يصيح صوت خلف باب